ضلق معنا. مشهد مؤلم بس هو واقع عندي، وانا عارف ابعاده اللي تخبوا وقت الهجمة، من بعد الهجمة قد عادوا، يا ريت الغايب ما عاد. من حده مرت آلية وجرافة وجبات الجيش، معقول عيونه معمية وبس تخلص بيبدأ التنبيش، وهي لحد الماضي بينعاد. اقسم بالله انها بشاعة ولا ممكن انجمل المعنى، هذه خسة ذل وضاعة، وهذا الطف شيء استعملنا ولا عرقة معتاد. خلني أرقك، ظنيت إنك تخمع ثورة؟ شوف يا أبو خالد يا مخلوق، سمى الله الرابعون، كراسي. اعتداء قوات الاحتلال من الأجهزة الأمنية قوات من الأجهزة الأمنية الفلسطينية. صح 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 صح، بعرفك إنه غلطتي، بس كم غلطة عين الصح، محتل بلادي وأجهزة الأمن تكمل دور الكبح، أسياد تسلم أولاد، ظنيت إنك تخمع ثورة وتمنع في الناس الغليان. صح قدرت تفرق 10، بس هالعشرة صاروا طوفان، وفينا الغليان بيزداد. ضلق معنا ضلق معنا، وبكرا نشوفك يوم هالأرض بتنعاد. خاطرك.